شكرا جزيلا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. شكرا جزيلا، شكرا على اتاحه الفرصه. وانا ماني اهل اني نتكلم قدام هذه القامات الرفيعه اللي قدامي، غير هما اللي ظاهرين فرصه عندنا نزمنوا اللي فات خلق، وهما اللي العاد عندنا ملاحظات والله روايات قد تعاون في الروايات تقدم لقدام علينا نقولوها. تأكيدا اللي قال بعض المتدخلين، لأن قطعا خانت رئيس الجمهورية أعطى الفرصة الكاملة لأن المجال أنه يتطور وأنه يمشي لقدام، ولا شك أنه يتطور. أنا كان عضو واضحين ظاهر لي عدن ذا اللي مطلوب أخلق، معناها علينا على مستوى التلفزة الوطنية، على مستوى الإذاعة، على مستوى سلطة الإشهار، على مستوى السلطة العليا، أعتقد أن البناء تم والأرضية جاهزة لعمل حقيقي مستقبلاً. نقول مثلاً مولي على أنه قطعاً دولة خلات المجال قطعاً حر وللجميع، والأمثلة بسيطة نقولها في عجالة على سلطة الإشهار. نحن بعد في حزب الإنصاف قطعاً تعبتنا في هذه الانتخابات الماضية، وقلعت قدر من لافتات وتواصلت معانا، وحتى أعلنها مثلاً تلفعين عقاب الليل، وهذا كان مهم يقارب سلطة الإشهار. يعني نقولها علينا نحن متجهين لانتخابات قريبا، مأمورية ثانية بإذن الله تعالى لصاحب الفخامة محمد الشيخ غزواني، وعندهم فرصة أنهم يثقفوا الناس من نار كبين مع تبدأ الانتخابات القادمة. عندنا اللي واحد فيه بين الناس فاصلة تفهم سلطة الإشهار وفاصلة تعرف علينها مؤسسة مهمة ونعملها ملي وجدي. يعني نقول عندنا على مستوى السلطة العليا، سمعت السلطة العليا الصحة والسمعة البصرية، لأنهم قطعاً هم اللي نحن نيجيناهم، كنا مثلاً لا نحن حكمنا نقع حسين غرباء بين اللي بعدنا الإنصاف بعد رقم 18 في الحصص المجانية، وكنا مثلاً حاسين فعلاً هم في قمة من الموضوعية وقمة مولي معلنهم مانهم بين الناس لما يقول لاش بين الناس شاكة على الأحزاب الحاكمة، والله طابع عليها أن تعود هي مسبقة في كل شيء. ولكن الحقيقة الآن لأن ذي المؤسسات أنها تشتغل بأريحية وبحرية وتعدل عملها ومتاحة أمام الجميع. نقول سلطة العليا السمعيات البصرية لأنها عندها فرصة من اللي هي الأخرى، أعلنها بهذي فمش من الأحزاب حاجة اللي نتذكر أنهم طالبوا لأنهم يقدروا يسجلوا عندكم حصص من المجانية وتحضروا لهم استديو، قال أنها فرصة من اللي لأنكم تحضروا تحضر الانتخابات، لأن الناس عاتبة اللي تحتاج استفادة من السلطة لأنكم تعودوا جاهزين ذلك. لمستوى الإذاعة الوطنية، وأنا بعد ما نبقي نتكلم قاعد بهذه القائمة العلمية اللي أمامي، ما نبقي نتكلم اللي قدنا نقول الله أعلم أني مشرف حتى أني واقف نتكلم قدامه، ولأن العمل اللي يقوم به أنه عمل جبار لا يتوف نضيف، لأن احنا في الزمن زين فيهم يعدوا اللي قالوا بودكاست به اللي نحن في عالم متغير، والبودكاست عاد متاحة للتليفونات وعاد مثلا رواية مهمة حتى، وقايل لهم يالتم يخلقوا هما جو خاص على البودكاست ليعاونهم بياسر من الرسائل اللي يبقوا يوصلوها للمواطنين والناس في الخارج. هذا الشيء مستوى التلفزة الوطنية طبعا ملي مشرف حتى بأني لاي نتكلم قدام القائمة العلمية اللي قدامي، ومشرف حتى بأني قد نتحدث عن المؤسسة. أنا قطعا لا شك أن المؤسسة علمها شهادة نقلة نوعية حقيقية، ما يقدر أن يختلف فيها. اللي نحن نطلبان على مستوى التلفزة عدن زين فيهم يعود عندهم برنامج توك شو، صح التعبير، والله برنامج يعود جذاب للجميع. نحن اليوم في عالم رقمي متدفق، وخلونا نعود صريحين، المشكلة ما هو في نحن عندنا كل الآليات وكل شيء اللي نقدو نشتغلوا بها، المشكلة خلق أمور ما كانت خلق. وانا نقول مثال الجزيره هيك الساعه يعني سيطرت على العالم العربي، ما قد تجبر القنوات الاخرى المنافسه، يعني نقول العربيه والله قاعد نقولوا الزر الاخر الخليج الاخر والجزيره، يكون هم زاد عدلوا اللي قال له اغراق المحتوى، بين الجزيره كانت غارقه المحتوى الرقمي والسمعي والبصري، جاهم من اللي عدوا منصات عدل العربيه واخواتها وابو ظبي واخواتها وعدلوا، معناه ان احنا مدي كمؤسسه التلفزيون الوطنيه أنا أقترح أنها يالا تتعدل إغراق للمحتوى بحيث أنه عندها هي زاد ياسم من الوسائط ليتعاونها بتوصيل رسالتها. وفي أمريكا في دول العالم كاملة لا بدو أتفهم في قناة والله فهم تلفزة عندها برنامج الناس تسمعه كاملة، عندنا في CNN
هارد توك ذاك وعندنا في اسم دول العالم لابد اليوم نخلقوا نخلقوا برنامج على مستوى التلفزيون الوطنية يعود الناس كاملة تخرصوا. ناي نختم بعدين نحن على مستوى حزب الإنصاف مشرفين حتى بعدنا عساهمنا واللي نحن في خلق إعلام موازي. وبهاي المناسبة نختار نقول عدنا في إطار إصلاح الصحافة اللي يعدل نختار اللام واللي دي الناس اللي الناس اللي ما هي مؤسسة والله المدونين والله الناس اللي لا كلها عنده تليفون دافع إنه لا حد يلود لهم اللي صيغة قد يتم يشتغلوا بيبي اللي هو يوصل رسالة وعنده جمهور وعنده ناس ما نبقي يضيق على ذيك الناس يغرم اللي قطعنا نأيده حتى أعلن القطاع أن يصلح به اللي فاصل فيه. شكرا جزيلا وسمحوا لي أن أطول عليكم. السلام عليكم.